السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. هذا النهار غادي نقدم معكم واحد المخيمرات عامرين بالفرماج، غادي نقدمهم معكم ان شاء الله. عندنا الطحين، ها هو، انا راني ما كنعبرش. داكشي اللي بغيتو ديروه ديروه، كل واحد يدير على قياسه، بسم الله. وعندي معلقه كبيره ديال الزبده، طحين، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي جوج بيضات، وعندي خميره ديال الخبز، وعندي واحد جوج معالق سنيده، وعندي جوج ديال البيضات، واحد معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي الفرماج هذا باش غادي نعمر، وعندي الجبن، ها هو عندي هذا. وانتوما الجبن اللي بغيتو ديروه ديروه. وعندي هذا الفرماج ديال البيتزا، بسم الله. وغادي نعجن بالحليب، ايوا تابعوا معانا، بسم الله. وعندي واحد نص كاس ديال زيت العود، ولا ما عندكمش زيت العود ديروا زيت الرومية، ماشي مشكل. بسم الله بسم الله بسم الله. هي عندي هنا الطحين، وعندي الزبدة، بسم الله. انا راني كنبغي نخدم بيدي، ما كنبغيش العجانة، راه راجلي كيبيعهم وانا كتعجبني الخدمة بيدي، بسم الله بسم الله. عندي جوج معالق سنيدة كبار، بسم الله. عندي الخميرة ديال الخبز، ها هي. عندي الملحة، عندي زيت العود، هادو غادي نخليهم للتالي للتزيين، فرماجو اخر، بسم الله. غادي ندير دوك جوج بيضات، بسم الله. بسم الله. غادي ندير داك الخميره، بسم الله بسم الله. خليهم شويه قاصحين، ما تجريوهمش، الا كان الطحين كيجرى لكم خليهم شويه قاصحين، والا كان الطحين من داك الزين يكون قاصح ما تقشتوش. الحليب راني دفيتو شويه، راني غليتو، هانتوما خواتاتي، ها العجينه ديالي هي هادي. واللي بغات ديرها خبيزات صغار ديرهم، واللي غادي ديرها خبزه كبيره ديرها خبزه كبيره. انا دابا راه ما عنديش الوقت، غادي ندير جوج خبزات كبار، وتابعوا معانا. وانتوما الا بغيتو ديروا خبيزات صغيورين راه كيجيو زوينين، اللي عندها الوقت بغات ديرهم صغار كيجيو حسن، واللي بغات ديرهم كبار ديرهم، بسم الله بسم الله. انا دابا راني غادي ندير جوج كبار، ها هما،
ندير جوج كبار وحده صغيره. اهو بسم الله شويه الفرينه بحال هكا، خليهم شويه يسيخوا وغطوهم بلاستيكه وخليهم يسيخوا، وملي غادي يسيخوا غنغطيهم وغادي نعاودو نتلاقاو. هانتوما خواتاتي، دابا راني غادي نورق هذيك العجينه ديالي. هاني غادي نورقها بحال هكا وغادي نحطها في الصينيه وغادي نعمر هذيك الساعات. هانتوما خواتاتي، دابا راني درتها في الصينيه وغادي نبقى نجبدها بحال هكا هكا مزيان. ودابا راني غادي ندهنها بالزبده من الداخل، غادي ندهنها مزيان بالزبده وغادي نعمرها بالفرماج والجبن وغادي نجمعها بحال هكا. وتابعوا معانا. هكا باش تجي خامرة وتجي زوينة تجي رطبة. غادي نجيب هذاك الجبن هذا وغادي نخلطو مع داك الفرماج وغادي نديرو. من الأحسن لكون ديرو الجبن ديال العبار عاد أحسن، داك اللي كيكون ناشف. بسم الله. دابا راه عندي هنا غير الجبن وداك الفرماج ديال البيتزا، غير جوج بيهم، نخلطو مزيان هكا مع بعضو. انا غادي ندير شويه الزعتر، ندير نسمو شويه بالزعتر. بسم الله. ودابا راني غادي نجمعو بحال هكا. وراني غادي نقلبها، وملي غادي نجمعها هكا مزيان راني غادي نقرصها وغادي نقلبها، ما غاديش نخليها على هذا الوجه. وملي نبغي نديرها في الفران راني غادي نخليها تخمر شويه، وراني غادي ندهنها بالحليب والبيض. غادي ندير واحد جوج معالق ديال الحليب وغادي ندير البيض وغادي نكبو عليها. هانتوما خواتاتي، ها هي ديك الخبزه ديالي راني ريقلتها، ها هي راني قلبتها. ولا صبطوها فيها الريح لداخل، تبقاو تقبوها شويه هكا بالفرشيطه باش داك الريح يخرج. ودابا راني غادي نغطي عليها ونخليها تخمر وغادي نصاوب الجوجه ان شاء الله وغادي نعاودو نتلاقاو. هانتوما خواتاتي، راني رشمتها بالموس، راني رشمها هانتوما، راني كامله رشمها بالموس. ودرت جوج بيضات واحد ثلاثه د المعالق ديال الحليب وراني كبيتهم عليها. ودابا راني غادي نديرها طيب ان شاء الله وغادي نعاودو نتلاقاو. هكا خواتاتي راني كنقول لكم نرشمو بحال هكا بالموس،
هكا كنرشمو في الاول بحال هكا هكا باش يجينا ساهل التقطاع ملي يطيب. بحال هكا راني كنقول لكم رشموه. هذيك الاولى راه كان فاتت فيا درت البيض، راه كانت بنتي بلوكات للتليفون وما صورت حتى درت البيض بحال هكا. وغادي ندير البيض فوقه وجوج معالق ديال الحليب ولا ثلاثه، هو هذا ندير جوج معالق ولا ثلاثه ديال الحليب مع جوج بيضات وكبوه عليها وغادي يطيب ونعاودو نتلاقى. هانتوما خواتاتي كي كتجي دايره راه كتجي زوينه وكتجي رطبه، ها هي راه كتجي زوينه وبنينه وحتى لتبسيط التقديم ان شاء الله وغادي نعاودو نتلاقى. هانتوما خواتاتي هما دوك الخبزات دياولي كي كيجيو راهم كيجيو رطب وكيجيو زوينين. هادي راني درت لها الحليب والبيض، درت لها ثلاثه د المعالق ديال الحليب ودرت لها جوج بيضات كبيتهم عليها ودريت لها الفرماج، ها هي. وهذه راني درت لها غير البيض والحليب ما درت لهاش الفرماج. هانتوما هانتوما كي كيجي داير راه كيجي رطب وكيجي زوين، وراه ملي كيكون سخون راه الفرماج كيبقى داير الخيوط ملي كتقسموه، ولكن انا دابا راه ما كانش عندي الوقت طفيت عليه وخليته برد وراه ما بالكمش الفرماج داير الخيوط. هو راه ملي كتقسموه سخون هكا كيمشي خيوطه كيجي زوين وكيجي بنين. وكنتمنى يعجبكم وشكرا عليكم يا المشاهدين والمشاهدات دياولي، وكنتمنى هادشي ان شاء الله يعجبكم وبالسلامه عليكم وخليتكم على خير ان شاء الله.